بسم الله الرحمن الرحيم. بنوجه نظر أبنائنا وأخوان وأخواتنا طلاب الدراسات العليا. وما أقول طلاب الدراسات العليا يعني أي واحد خد خلاص بكالوريوس بادئ يشتغل في حاجة بقى لها اهتمام خاص له. فالعرض التقديمي ده بيخص طلاب وطالبات الدراسات العليا، خاصة الدبلومات في المحاسبة والإدارة، وكذلك طلاب الماجستير والدكتوراه. أما بقول دبلومات يبقى بتكلم في قطاع المحاسبة، يبقى دبلوم المحاسبة المالية، دبلوم المراجعة، دبلوم التكاليف، دبلوم الضرائب، وأيضا دبلومات الإدارة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر دبلوم تسويق، دبلوم تمويل، دبلوم في الموارد البشرية. فبنتكلم يمكن في البداية ان احنا كنا بنعد هذا العرض التقديمي للطلبة اللي هي بتجهز نفسها لعمل مشروع تخرج. وهنا لما نقول مشروع تخرج معناه بيعمل بحث علمي وليس نقل كتب، فعشان يتخرج وبتعتبر مادة نجاح ورسوب. فلكن البحث العلمي يسري، مادام بنقول بحث علمي يبقى البحث العلمي في تجارة زي البحث العلمي في كلية الطب، زي البحث العلمي في كلية الهندسة. ففي معايير معينة تحكم البحث العلمي. فلكن لما وجدنا انه ممكن الاستفادة تكون لمجال اكبر، فقلنا نضيف كل الدبلومات، وبرضو ننوه ان ده يفيد بتوع الماجستير وبتوع الدكتوراه. فطبعا الحاجة دي بنعملها نتيجة الظروف اللي هي قائمة في الوقت الحالي، اللي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يزيل هذه الغمة ويحفظ كل العائلات وكل الطلاب وكل المصريين، وتعدي الأزمة بخير إن شاء الله. فده بداية اللي أنا عايز أقوله. فلو جينا قلنا الإعداد، طبعا دكتور عمرو عبد البر وأنا في قسم المحاسبة، وعندي خلفية كويسة جدا بسبب الدراسة خارج مصر في موضوع الجوانب الإدارية برضو مش بس المحاسبية. فبنيجي نقول كل دارس في الدبلومات وفي جميع التخصصات، لا سيما لو قلنا الدبلومات في السنة الثانية أو طلاب الماجستير أو الدكتوراه، لازم عمل مشروع بحث إما للتخرج أو مشروع بحث للعرض على سيمينار الماجستير او الدكتوراه. وطبعا لما نقول مشروع بحث في الدبلومات معناه بحث برضه، اما في السيمينار بيبقى في يمكن احنا بدأنا نعمل تطوير معين ان الواحد يجهز مشروع ويدخل سيمينار ويتم مناقشة الطالب او الطالبة في هذا المشروع، فاذا كان مقبولا فبتشكل له لجنة على أساس نقول يوجهوه ويعدلوا مثلا في العنوان، يعدلوا في أي شيء يخص المشروع اللي هم قدمه. نيجي لنقطة مهمة جدا، أفضل البحوث. لو حد بيقول أفضل البحوث تبقى منين أو إيه مصدر إعدادها، فبقول دي من خلال المقالات. أما أقول مقالات يعني دوريات، بمعنى أنها تصدر دوريا. في مقالات بتصدر شهري، وفي كل 3 أشهر، وفي كل 6 أشهر، فنقول عليها دوريات. أما أقول بقى يفضل من خلال المقالات سواء كانت عربية أو أجنبية، لكن بصراحة وخليني أقول بصراحة المقالات الأجنبية دايما في تطوير دائم ومستمر، والعربية بقى ساعات بتعمل لخمة شوية للباحث، مش عارف أنهي مقالة في العربي دول يستقر على رأي ثابت فيها. إذن الاعتماد على مقالات بنقول نعم.
هيتساءل واحد أو واحدة ليه تفضيل للمقالات والاقتصار على الاستعانة من الكتب بفكرة أو تعريف أو نموذج من كتاب. فبنقول ده ما فيش مانع يعني إن الواحد يستعين بكتاب أو كتابين، إنما يعمل بحث من كتاب واحد ده بنقول عليه تحيز ولا يصلح أن يكون بحثا. من 15 كتاب برضه ليس هذا بحثا. بعبارة أخرى، البحث الجيد هو الذي يعتمد بنسبة 95% على المقالات، سواء كانت مقالات عربية أو أجنبية، وال5% الباقية تكون من خلال الكتب بالقدر الذي ذكرناه، كتابين ثلاثة، ده حد أقصى وفقا لوجهة نظري. وبرضه ساعات بيبقى في مؤتمرات ولها المصدر بتاعها، انه بيجمعوا كل الابحاث اللي دارت في المؤتمر، ممكن الواحد يعتمد على بعض من هذه. ممكن طالب الماجستير المبتدئ برضه يشوف اذا كان في رسالة ماجستير قريبة من رسالته فما يستعينش بها بدرجة عالية، لكن يقول لنا ساعتها هيختلف عن ده ايه. طالب الدكتوراه لا يجوز انه يلجأ الى رسالة ماجستير، لأنه هو في مستوى ياخد من اللي زيه، يعني ياخد من رسائل دكتوراه لكن ما ياخدش من رسائل، أو يبقى مصدره رسائل ماجستير. يبقى معنى كده هنيجي نقول طب أنا ليه بعتمد على مقالات وليه أجيب مقالات، أو إذا كنت هعتمد على كتاب واحد أو اتنين، لأنك إذا اقتبست منه، معنى كلمة الاقتباس يعني بتاخد تعريف منه، بتاخد سطر او اتنين، بتاخد فقرة ومعروف مين اللي قال الفقرة دي، لازم اشير الى صاحب هذه الفقرة، كانت في مجلة، انهي مجلة علمية، مين هو الشخص اللي ذكر ذلك. يبقى معنى كده الاشارة لما تم اقتباسه ده امر ضروري، وهذا شرط للباحث الامين. طيب ننقل لسلايد نمرة 3. طب ايه هي شروط المقالة العلمية التي يمكن الاقتباس منها؟ هما 7. اولا، لو اي حد دارس، طبعا اللي عمل اساسا مشروع تخرج في دبلومة ودخل ماجستير فاكيد شاف مقالات، واللي عمل ماجستير ودخل على دكتوراه برضه اكيد هيبقى شاف مقالات. طب أي مقالة أو دورية إيه شروطها؟ مفيش مقالة إلا ولها عنوان. طب العنوان ده مين اللي عمله؟ وجود مؤلف أو أكثر من مؤلف. طيب يا ترى المقال ده هل منشور في مجلة علمية معترف بيها؟ يبقى أنا أعتمد وآخد منه مع الإشارة إلى عملية الاقتباس كما ذكرت. طيب العدد الخاص بالمقال والمجلد والذي يشمل أكثر من عدد، يعني إيه؟ واحد يسألني يعني إيه العدد الخاص بالمقال؟ لو أنا جيت استرجعت فترات الطفولة للجميع، كان في مجلة نقول السندباد، مجلة ميكي، بتطلع مرة في الأسبوع يكون يوم خميس. طب لو قلنا مرة في الأسبوع يوم خميس، يبقى كم مرة بتصدر في الشهر؟ 4 مرات في الشهر، يعني في السنة قد إيه؟ يبقى 4 في 12 ب 48. معنى كده العدد الواحد اللي صدر يوم خميس بتاريخ معين والعدد التاني اللي صدر في تاريخ آخر هنجمعهم على بعض يسمى مجلد. يبقى المجلد يشمل إيه؟ عدد وليس العكس. طيب ما هو أي مقال هيبقى في ليه سنة نشر، يعني طبعا اللي بيعمل أبحاث كويسة بيجي دايما ياخد من المقالات الحديثة 2000 مثلا، نقول 17، احنا دلوقتي 2020 او نقول 2020، فيبقى الواحد بيعمل بحث في 2020 يعني يجيب 2019 18 17 16 2000، ما يجيليش واحد يجيب من 1971، ما ينفعش، الدنيا مش ثابتة،
في تطوير، في تطور. الشرط السابع، أي مقالة لها عدد من الصفحات. يعني لو لقيت مقالة مترقمة من صفحة 21 ل 40، طب قبل 21 في ايه؟ في مقالة أخرى. طب بعد 40 في ايه؟ في مقالة أخرى. إذن ممكن ألاقي في المجلة أكثر من مقال في أكثر من تخصص. وفي التخصصات، يعني لما بنيجي نقول في مجال كلية التجارة، احنا عندنا مجلة الفكر المحاسبي، ففيها اللي بينشروا فيها طبعا بتوع محاسبة بس. عندنا مجلة التجارة والاقتصاد، ودي بينشر فيها الباحثين من محاسبة وإدارة وإحصاء واقتصاد، وبالعربي وباللغة الإنجليزية. طيب أنا ليه بقى عايز أعرف شروط المقالة العلمية؟ لأن هي دي مصدر التوثيق. يعني أنا لو هنقل من حد حاجة لازم أقول مين هو، يبقى ده المؤلف، إيه عنوان المقال اللي أنا جبته، طيب يتم نشره في مجلة علمية ولا لأ، طيب العدد الخاص بالمقالة كان رقمه كام، طب المجلد رقم كام، سنة النشر كام. عشان كده نقول عند الاقتباس، يعني هاخد سطر أو سطور أو تعريف من مقالة أو كتاب أو أي مصدر تستعين به في بحثك، لابد من ذكر هذا الشرط، هذه الشروط، وإلا سوف يكتشف أمرك أو يكتشف أمرك، وتصبح والعياذ بالله سارق لعمل ليس منسوب إليك. طيب تعال نشوف السلايد نمرة 4. إيه يعني إيه الاقتباس من مقالة أو دورية؟ بداية يمكن توجيه الباحثين إلى مصدر رائع كان مؤلفه أستاذنا الدكتور سيد الهواري، أستاذ إدارة الأعمال بالكلية رحمه الله. والمصدر اللي أنا بقوله ده عشان يبقى عندك أدوات، عندك أسلحة، عندك مصادر متنوعة، مش بس الكلام اللي أنا بعرضه هنا في العرض التقديمي ده أو السلايدز دي. المصدر اللي هيساعد الباحثين كتير، وكل واحد باحث بيعوز تساؤلات، ولما ما يعرفهاش دايما يلجأ إلى المشرف بتاعه. فيمكن لأي باحث الدخول على جوجل ويكتب في المستطيل بتاع جوجل دليل الباحثين للأستاذ الدكتور سيد الهواري وينزل ده، طبعا ده فري يعني ببلاش مش هيدفع في حاجة، وينزل الدليل ده على فلاشة، هيفتحه هو كتيب صغير، هيلاقي فعلا فعلا هيساعده في حاجات كتير جدا من الألف للياء. أي نعم بقاله مدة، لكن برضو مصدر جميل. طيب إيه عن التوثيق؟ يعني ما نقول عايزين نوثق، لو تم أخذ تعريف أو عبارة أو سطر من مصدر معين يكون التوثيق هكذا. أنا افترضت إن أنا يعني باسمي ان انا كنت كاتب حاجة في مجلة معينة، فقلت كتبت اسم المؤلف، اسم المؤلف عمرو حسين عبد البر، عنوان المقالة ايه اللي انا جايبها، الاهتمام بذوي القدرات اصبح مطلب عالمي لان هؤلاء بشر اراد الله ان يكونوا هكذا. دي بقى موجودة في مجلة الفكر الاجتماعي والنفسي العدد الرابع المجلد الثاني 2020 صفحة 22، لأن أنا لو أخذ من صفحة واحدة هذا الجزء بكتب صفحة 22. طب لو أنا أخذ من صفحتين أو ثلاثة بكتب صاد، مسافة صاد، واكتب مثلا من 22 ل 23. يمكن أي من حضراتكم أن يجد الشروط السبعة في هذا التوثيق. نقول عمرو حسين عبد البر، طبعا يعني احنا هنا عندنا ممكن ناس تقول ليه ما نقولش الدكتور عمرو، علماء في المقالات الاجنبيه ولا يدري بهم احد، واخدين شهادات قد ايه، وهنا عندنا في مصر غاليه ما حدش عارف هو دكتور ولا لا. لكن هنا بيتنكر الباحث من التايتلز، اللقب. ف
فنقول عمرو حسين عبد البر ادي واحد، العنوان اتنين الاهتمام بذوي القدرات للاخر، ثلاثة المجلة المنشور فيها اسمها مجلة الفكر الاجتماعي والنفسي، أربعة العدد، خمسة المجلد، ستة سنة النشر، سبعة عدد الصفحة، صفحة كامل أنا واخد منها. إذا الاقتباس مفيش بحث علمي، مفيش فيه اقتباس. طيب ننقل للسلايد نمرة خمسة. طيب إيه الهيكل العام لأي بحث علمي؟ يعني إيه محتوى البحث؟ يعني واحد لما اجي اساله ايه البحث اللي انت هتعمله؟ اولا البحث العلمي يختلف عن الكتاب في محتوى، لذلك يكون محتوى اي بحث في فروع الدبلومات المحاسبيه الاربع، بالاضافه طبعا زي ما قلت انا كنت مكلف ان انا اعمل الحاجه الخاصه بالدبلومات بتخص الدبلومات، فمعالي الدكتورة الوكيلة للدراسات العليا قالت لا احنا عايزين كله لكل اللي بيدرس دراسات عليا، فيبقى معنى كده الهيكل العام لأي بحث سواء في الإدارة في المحاسبة في الاقتصاد، دبلوم ماجستير دكتوراه. أولا اختيار عنوان البحث، ثانيا وجود العناصر التالية، يعني أي بحث لما نيجي نفتحه كده نلاقي مقدمة، والمقدمة لما بتزيد عن حدها القارئ للمقدمة بيتوه، يعني لما تكون مقدمة صفحة ونص بماكسيمم صفحتين وفيها نوع من التركيز بتفتح نفس القارئ. طيب مشكلة الدراسة، واحد هنا يقول مشكلة يعني لازم تكون مشكلة بالمفهوم العام، بقول لا، ممكن مشكلة عايزين نحلها ونعمل حواليها بحث ونقترح في العلوم الاجتماعية بتاعتنا حلول أو نقول توصيات، لكن ممكن تبقى المشكلة على فكرة مش بالمفهوم العام ده، لأ لو شركة بتحقق ربح، لو نتكلم في مجال مجال الإدارة بنقول دايما في حتة التسويق كاستمر ساتسفاكشن، يعني في رضا للعملاء. طيب ما انا عايز ازيد الرضا ده، يبقى اعمل منتج ايه اكثر جودة. طيب يبقى اذا ممكن مشكلة الدراسة تبقى حاجة قائمة وكويسة، بس احنا عايزين نحسنها. طب نحسنها ازاي؟ نشوف بقى الاخرين عملوا ايه. هقول شركة بتربح بتحقق ربح، طب هل عايزة تزود الربح؟ بالتأكيد نعم. إذا لما نقول زيادة الربح دي مش مشكلة، لكن نعمل فيها بحث. طب لما نيجي نقول بالنسبة للجماعة بتوع الضرائب، يا ترى دايما الدولة ومصلحة الضرائب بتسعى إلى إيه؟ إلى زيادة الحصيلة في الضرائب. فلما يجي واحد يعمل بحث ويشوف إزاي الناس بتتجنب أو تتهرب من الضريبة، وابدا ادور ايه الوسائل الحديثه ان انا ازود الحصيله، احنا اساسا نقول المشكله ما فيش حصيله او الحصيله ضعيفه، مع العلم التجار كتير. اذا برضو الواحد يعمل هنا بحث في الموارد البشريه على سبيل المثال، لما يكون واحد بيتعين في شركه او في بنك ويبداوا يدربوه ويصرفوا عليه قد كده، وبعد الصرف الفظيع الى ان تدرب وعرف المجال اللي هو بيشتغل فيه كويس ويترك العمل ويروح حتة تاني عشان هياخد راتب اعلى، احنا بنقول هنا معدل دوران عالي جدا، احنا عايزين نقلله. فبنلزم الشخص سواء رجل او فتاة اللي ياخد تدريب يكتب اقرار على نفسه ان هو هيستمر في خدمة المكان والا يدفع فلوس التدريب، ودي بتبقى في مصوغات التعيين من البداية. طيب يبقى إذا قلنا المقدمة، مش شرط أبدا المقدمة تبقى خمس ست صفحات، ده صعب جدا. مشكلة الدراسة، لازم المشكلة زي البعض بيقول في عندنا ظاهرة معينة والظاهرة دي أصبحت سببها في مشكلة، يعني ما نيجي نلاقي على سبيل المثال إضافة للي أنا قلته الطلبة دايما نلاقيهم في حوش المدرسة،
دي ظاهرة، مع ان معظم المدرسة شغالة، الفصول كلها شغالة. فاجي اسأل انتوا ايه اللي موقفكم هنا دلوقتي ومش في المحاضرات، مش في الفصول بتاعتكم؟ يقول لك احنا ما عندناش مدرس انجليزي فبنطلع نلعب بره. مرة واثنين وثلاثة، فالظاهرة دي بقى نسأل فيها. قالوا اصل احنا بنستعين بمدرس لغة انجليزية وبنديله مبلغ مقابل الحصة اللي بيديها، فالمقابل المادي ضعيف جدا فما بيرضيش يجي. اذا من ظاهرة اصبحت مشكلة فلازم تتحالف. فدي يعني انا بضيف بعض حاجات في مجالات اخرى بخلاف المحاسبة. طب تعالى نخش على سلايد نمرة 6. من ضمن الهيكل العام لأي بحث أهمية الدراسة. يعني إيه أهمية الدراسة؟ هل الدراسة مجدية إن أنا أعملها؟ أنا هتكلم بعد كده بشيء مش بالتفصيل قوي. يعني أنا بقول الدراسة دي مهمة لأنها اتعملت ونجحت حد، فأنا هعمل قريب منها زي ما اتعمل في إنجلترا، زي ما اتعمل في أمريكا، زي ما اتعمل في دولة عربية، وأشوف الأهمية دي وهنتعرض ليها. أهداف الدراسة، على فكرة أنا عايز أقول العنوان يعتبر هدف رئيسي، عنوان البحث هدف رئيسي، ولذلك ممكن العنوان أحوله إلى سؤال ويدخل جوه متن المشكلة. فده بالنسبة للعنوان. إذا العنوان زي ما قلنا قبل كده في اختياره مهم جدا جدا جدا، ولسه هنتكلم عليه وهنشوف ليه معايير او شروط. طب العنوان بقى عايز ارجع تاني اقول ممكن العنوان احوله الى سؤال، هل يمكن اجراء دراسة بخصوص زيادة اقتناع المستهلكين بمنتج معين، او نقول هل يمكن اجراء دراسة العلاقة بين حملات الإعلان والدعاية وبين ربحية الشركات. فده كان العنوان، العنوان فيه حاجة من تمس هذا، فحوله إلى إيه سؤال. وممكن برضو زي ما قلت هنشوف دلوقتي إيه الشروط بتاعت العنوان، يبقى برضو العنوان هدف. ليه؟ أما أقول العنوان هدف، لو الواحد حط عنوان جيد وبدأ يشتغل في بحثه ووصل فعلا لخطوات جيدة جدا في البحث العلمي، في النهاية بنقول له انت من خلال الهدف الرئيسي وهو العنوان قدرت توصل بأهداف فرعية إلى تحقيق العنوان الرئيسي. يبقى نمرة 4 أهداف الدراسة، 5 الدراسات السابقة. لما أجي أقول الدراسات السابقة دي من أهم شيء لأي بحث علمي. في ناس بتقول نبدأ من حيث انتهى الآخرون. يعني ايه نبدأ من حيث انتهى الآخرون؟ لو عندي 10 عملوا بحث في مجال معين من 1 لـ10، انا بقى هبقى نمرة 11، يا ترى ابدأ من اللي بدأ 11 ولا ارجع اشوف من نمرة 1 كان بيقول ايه وعمل ايه وايه المتغيرات بتاعته، ايه اللي خده في الاعتبار؟ فهنا برجع اجيب المقالات مرة تانية واشوف تطور الامر اللي انا عايز ابحث فيه. فالدراسات السابقة مهمة جدا، فكثر القراءة وكثرة الحصول على دراسات سابقة بتساعدني أولا في اختيار عنوان جيد، ثانيا لما أجي أوصل لنتائج أقول من الدراسات السابقة ما يؤيد النتائج اللي أنا وصلت لها أو يعارض وندي مبرر. فدي أهمية الدراسات السابقة. الدراسات السابقة هي العمود الفقري لأي بحث يتم عمله. بعد ما نخلص من الدراسات السابقة نلاقي، عشان كده بقول مش نبدأ من حيث انتهى الآخرون، لا، نشوف الظاهرة دي من إمتى، اللي عملوا فيها أبحاث إمتى، نقول 10 باحثين قبل كده أنا نمرة 11، لازم أشوف نمرة 1 قال إيه وإيه المتغيرات اللي كانت عنده، ونمرة 2 ونمرة 3 وإيه المتغيرات، ونمرة 4 لحد ما أوصل نمرة 10 ده واقول طيب لا ده انا هضيف حاجه جديده بقى، انا هضيف متغير اخر، قد يكون متغير سلوكي، قد يكون متغير نقول ايه
يعني إبداعي. فدي يعني أهمية الدراسات السابقة. نمرة 6، متغيرات وفروض الدراسة. أنا كاتب على فكرة الملاحظة دي ممكن تثير اهتمام بعض الناس. من بداية 1، المقدمة، مشكلة الدراسة، وكاتب بين قوسين البحث أهمية الدراسة، وبرضه كاتب جنبها بحث. في بيقولوا لنا دايما علماء نقول مناهج البحث، لما تيجي تكتب الدراسة تفضل ماشي على طول الدراسة، وده الثبات في اللفظ والمعنى والمضمون. ما تجيش مرة تقول ايه مشكلة الدراسة أهمية البحث. الله، انت قلت مشكلة الدراسة، قول بقى أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، متغيرات الدراسة. فأنا حطيتها برضو عشان ما تسيبش أي نوع من سوء الفهم. طيب خلينا ننقل إلى السلايد نمرة 7. أولا اختيار عنوان الدراسة، وطبعا برضو لسه اللي بقوله، يا إما هقول اختيار عنوان البحث، أو ممكن أقول اختيار عنوان الدراسة. فهبدأ من هنا كده، متى بدأت كلمة الدراسة هستمر إلى أنتهي من البحث بتاعي، دراسة دراسة دراسة. وهو الدراسة أساسها أنت بتعمل بحث، فباجي أقول إيه، لا يمكن اختيار عنوان بدون قراءة متعمقة. يعني إيه؟ طبيعي زي ما قلت قراءة كتاب، لا، مقالات اللي هي الدوريات، نعم، وفي موضوع التخصص، نعم. لذلك يوجد عدة شروط للحكم إذا ما كان العنوان المختار جيد أم سيء، وهي هما 8. عشان أختار عنوان جيد أقول التحديد بدقة لموضوع الدراسة. يعني إيه التحديد بدقة؟ هو أنا بكتب بحث خاص بالمحاسبة المالية وأجي أقرأ العنوان ألاقيه مراجعة، يبقى الموضوع مش متحدد. واحد هيكتب في التكاليف ولا إذا كاتب موارد بشرية بس، يبقى ده ما فيش موضوع محدد. حد بيكتب في التسويق وأفاجأ إن هو ضرائب، ما ينفعش. إذا لابد من تحديد الموضوع بدقة. فأنا بتكلم هقول مثلا لو بتكلم في المحاسبة المالية، فهاجي أقول دور الحوكمة في ضبط الرقابة الداخلية وتحقيق ربحية متميزة، ده محاسبة مالية، وأسعار الأسهم وقيمة الشركة والتحفظ والإفصاح، ده حاجة مش ممكن أبقى بكتب في المحاسبة المالية وأقول أصل ده تكاليف. لأ، التكاليف كلنا نعرف الهدف منها ايه. يعني لما اختار عنوان في التكاليف، ايه الهدف من بحث في التكاليف؟ يا ترى زيادة التكاليف، يبقى انا بقى غلطان ومش فاهم حاجة. لا، خفض التكلفة، بس مع مراعاة خفض التكلفة قد يؤثر على الجودة، فدي نقطة برضو ذات أهمية لازم يضعها الباحث في دماغه. المراجعة، معروف المراجعة، في معايير المراجعة، في حاجة اسمها مراجع داخلي، مراجع خارجي، أو مراقب حسابات وفقا للمعايير. الضرايب، مش معقولة بكتب موضوع ضرايب وألاقي نفسي بتكلم في التمويل وتمويل مش عارف، لأ. فده مقصود بكلمة موضوع دراسة. المعيار الثاني اللي أنا أقول لازم يكون العنوان جيد، يقول لي التحديد بدقة للغرض من الدراسة. واعتقد انا قلت هذه، هرجع تاني اقول، طب ايه الغرض من بحث في التكاليف؟ خفض التكلفه. طب ايه الغرض في بحث في الضرائب؟ زياده حصيله الضرائب. طيب ايه الغرض في المراجعه؟ جوده اداء المراجعه، سواء داخلي او مراقب الحسابات الخارجي، زياده الربحيه في الشركه او المشروع. بكتب بحث في التمويل، أقول تجنب مخاطر التمويل، زي ما أقول أتجنب مخاطر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
فلازم افكر في دي. بعمل بحث في التسويق، فممكن اقول بغرض ارضاء العملاء في المنتج ده. بعمل بحث في الموارد البشرية ولقيت الشركات بتنفق او البنوك بتنفق لتدريب العاملين فيها، وتم الإشارة لذلك من ساعة ما بدأوا يعملوا لهم عملية الريكروتينج أو المقابلات. وعشان التعيين لازم نحط في الاعتبار مش هصرف عليك وبعدين تسيبني، فده لما بيكون أصرف على الموظف ويسيبني وأصرف على التاني ويسيبني بنقول عليه معدل دوران سيء، مع العلم إن إحنا لو جينا على معدل دوران المخزون بقول كل ما زاد كل ما دل على الشركة بتبيع وتحقق ربحية وشيء جميل جدا. طيب ننقل نقول المعيار من 3 لاختيار عنوان الدراسة. أن يتمشى العنوان مع فروض الدراسة. يعني إيه يتمشى مع فروض الدراسة؟ أولا العنوان لازم يتضمن بعض المتغيرات في الدراسة. أما واحد يقول لي يعني إيه متغيرات؟ أقول له امسك رقم حاجة بسيطة كده، ايه رايك في المبيعات، بتتغير ولا ما بتتغيرش، بتزيد بتقل، فاسمها متغير. ايه رايك في الخبره، خبره الواحد اللي بيشتغل في مجال معين، يا ترى يمتى عينه، زي بعد 5 سنين من الشغل في المكان، لا الخبره بتتغير. فاي شيء قابل للزياده او النقصان ونقدر نعمل له قياس نقول عليه متغير. طب المتغيرات ليه تبقى موجودة في العنوان؟ أي عنوان عشان زي ما هنشوف بعد شوية إنه بيعمل نوع من جذب الانتباه، مش شرط أحط كل. ودايما على فكرة الحتة دي في المقالات الأجنبية بنلاقي دايما الشروط الـ7 موجودة في المقالة، ولكن بنلاقي حاجة اسمها الأبستراكت المستخلص، وتحت الأبستراكت في حاجة اسمها كي ووردز. الكي ووردز دي في اخوه كثيرين بيترجموها خطأ. كلمه كي مش معناها مفتاح، ممكن اقول كي فيجر يعني شخص هام هام، مش شخص مفتاح. اما اجي اقول كي ووردز يبقى معنى كده الكلمات الهامه اللي هي جاي جزء منها موجود في العنوان، وفي بعض الاحيان مش محطوط كلها في العنوان. فكي ووردز معناها الكلمات الهامه والتي تتكرر في المقاله، هقول ايه اكثر من 20 30 مره، فيسموها كي ووردز. البعض بقى بيسموها كلمات افتتاحيه. افتتاحيه ايه؟ كلام غلط في الترجمه هنا، غلط. كي معناها هام. فبنقول كي فيجر مثلا الرئيس بتاع المؤسسة دي يعتبر أفضل من اللي قبله because he is a key figure، شخص هام ذات تميز. إذا المتغيرات هتكون أساسا بعض منها موجود في العنوان، والبعض لما تقرأ المقالة هتلاقيها جوه، ودي بتساعد في صياغة الفروض. وما أقول صياغة الفروض، في فرق بين الفروض وبالكلمة الإنجليزية hypothesis وبين افتراض، وده assumption. فالفرض واجب اختباره إحصائيا، أما الassumption الافتراضية بنقول بتفترض المطرة بتمطر، هي دي عايزة إثبات رياضي؟ مش عايزة إثبات رياضي طبعا. بتفترض إن إحنا القمر يظهر ليلا، هي دي عايزة إثبات رياضي؟ دي افتراضات. حاجة أخرى، أنت بحضرتك بتأكل، هل أنت اللي بتهضم الطعام؟ ده شيء مفروغ منه، ربنا سبحانه وتعالى يعني إدانا سيستم هو أنت تاكل والجسم يشتغل بقى والمعدة تشتغل وتهضم. إذا لازم أفرق بين الفرض أو الفروض، وطبعا هي الترجمة هي اللي بتخلي الناس في بلبلة. مرة تانية، الفرض hypothesis أو hypothesis، أما وده اللي بيحتاج اختبار إحصائي للجزء الأخير من أي بحث علمي.
وإذا قلت افتراضية أو افتراض ده بيبقى حاجة بقى متعارف عليها متآلف عليها، زي ما عندنا في مجال المحاسبة نقول الافتراضات المحاسبية، افتراض استمرار المنشأة، افتراض وحدة القياس، افتراض وهكذا. طيب العنوان لازم، المعيار الرابع العنوان لازم يبقى موجز وحسن الواقع في الأذن. يعني إيه؟ كلما كان العنوان بشكل موجز وليست 4 5 سطور مثلا، كلما كان ذلك أفضل عند العرض أو الإلقاء في سيمينار. فاللي يسمع العنوان ممكن تشد اهتمامه، فده من ضمن إن العنوان لازم يبقى موجز. العنوان كمان يكون موضع اهتمام الباحث، يعني مفيش واحد باحث أساسا ما بيحبش المراجعة وأقول له اعمل بحث في المراجعة. مفيش واحد باحث كان واخد مقبول في التكاليف في السنتين الثالثة والرابعة في الكلية وأقول له لازم تعمل بحث في التكاليف. مفيش حد بيحب الموارد البشرية وأقول له لأ لازم تعمل في الموارد البشرية. فإذا البحث قائم على حب، فلا يمكن لباحث أن يقوم ببحث علمي ويكون موضوع الدراسة مكروه أو غير محبب إلى اهتمامه. فيبقى إذا موضع اهتمام ده رجع أولا إلى الباحث ذاته. طيب ننقل لسلايد نمرة 9. تابع طبعا اختيار عنوان الدراسة. نمرة 6 العنوان يجذب الاهتمام. يعني إيه لا يجذب الاهتمام؟ طبيعي العنوان يجذب اهتمام الباحث نفسه الأول مش الآخرين، ويلي الباحث من لهم اهتمام بموضوع البحث والمتخصصين في هذا المجال أو في هذا الموضوع، وقد يشد العنوان آخرين. يعني إن عندنا علماء كثيرين، الدكتور إبراهيم ناجي ده راجل طبيب وتشد وعنده موهبة الشعر، فأصبح رغم إن هو طبيب إنما في حاجة شدته. فجذب الاهتمام ومن الجايز دايما في مثل الواحد بيطرقه، يعني نقول بعد الساعة 11 12 بالليل في ناس بتبقى فرشة جرايد أهرام وأخبار وكده، وممكن اللي سايق عربية أو ماشي بيلاقي يقول لك إيه سقوط أستاذ جامعي من الدور 27 ولم يصبه شيء، سقوط من الدور 27. فبتضطر تشتري الجورنال تروح البيت وتبدأ تقرأ، تفاجأ إن مش الأستاذ الجامعي اللي وقع، ده الموبايل بتاعه وهو ماسكه في البلكونة وقع. فهنا تبقى اللي اختار العنوان عايز يشد القارئ لبيع أكبر عدد من الصحف. احنا ما بنبيعش صحف هنا بقى، بنقول عايزين يبقى البحث عنوانه يجذب الانتباه. طيب المعيار نمرة 7 أو الشرط السابع لأن أنا أقول ده العنوان جيد أو ممتاز، العنوان مباشر في الموضوع اللي تم اختياره. يعني إيه؟ ألا يتوسع الباحث، وخاصة هناك حدود للدراسة ومنها نقطة البحث، مع عدم التوسع في سنوات الدراسة التي تستخدم في البحوث التطبيقية. يبقى الواحد يقول ايه مش كل ما الاقي حاجة تتعلق ببحثي اخدها، لا انت ماشي زي ما نقول على تراك ما تغيرش. عشان كده الرسائل دلوقتي الجيدة ممكن تلاقي رسالة دكتوراه 140 صفحة. زمان ما كانش فيه مناهج بحث، مفيش تطبيقات على البيانات اللي احنا بنجيبها، ده عصر وانتهى، ده عصر وانتهى. آخر معيار باختيار عنوان جيد البساطة وليس التفصيل المهم. يعني ايه؟ لا يمكن وضع كل ما يريده الباحث في العنوان المختار. خلي حاجة يعني خبيها، خلي حاجة عشان الواحد لما يقرأ يروح مشدود انتباهه، مش نقول لا انا عايز اصلا اقول كذا وكذا وكذا في العنوان. ده هيبقى بقى يعني فقرة ولا ايه؟ يعني لازم العنوان برضو تنطبق عليه الشروط دي كلها،
فممكن كل واحد يسأل نفسه من أول شرط من شروط العنوان، هل يعني يطرح سؤال كده، هل العنوان محدد موضوعه بدقة؟ إذا أجب نعم يبقى نقول أدي أول إجابة بتقول صح. طب كده خلاص العنوان كويس؟ لا. طب إيه الغرض من العنوان؟ هل الغرض محدد؟ لو قلت نعم يبقى أدي تاني شرط تحدد. التالت، يبقى إذا إحنا نحط لكل شرط من الشروط دي صيغة سؤال. يعني أنا قدام السلايد نمرة 9 دلوقتي، ممكن أقول هل العنوان يجذب الاهتمام؟ إذا قلت نعم اشتغل فيه. هل العنوان مباشر في موضوع اللي تم اختياره؟ هقول لا لا لا، ده متشعب ما ينفعش. إنما لما أقول أيوه مباشر خلاص. هل في بساطة نقول عليها simplicity وليس details الممل؟ نعم. إذا لو أجدت الشروط دي بإنك تضع كلمة هل أمام كل واحد من دي وتقول نعم، يبقى أنت اخترت عنوان جيد أو ممتاز. ننقل لسلايد نمرة 10، أهمية الدراسة. يعني لما أقول الدراسة دي مهمة، مهمة ليه؟ هي تمت في دولة أوروبية ولم يجري البحث ولا توجد في المكتبات العربية مثل هذا البحث. طب اديني مبرر، لأنك أنت هتبذل أولا وقت، جهد، موارد هتنفقها في سبيل إعداد البحث، لذلك تبرز الأهمية من المعايير التانية. هل معرفة الباحث بالمشكلة محل البحث واضحة؟ والله لو مش واضحة، وده اللي بيحصل من بعض أساتذتنا وبيحصل معايا، إن واحد جاي يعرض عليا موضوع أقول له المشكلة بالنسبة لك مش واضحة، أنت مش فاهم أنت عايز تعمل إيه بالظبط، ده بقى يكون قرأ مقالة واحدة. لا، ده أنا أقول لو قرأ من 10 مقالات لأكتر الأمور ترسخ في ذهنه ويفهم يعني إيه المشكلة دلوقتي. طب هل في أدلة من مصدر مستقل تفيد التأييد لعمل بحوث أكثر في مجال محل الدراسة؟ طبعا. يعني على سبيل المثال ناخد حاجة واقعية كلنا عايشينها، المصادمات بتاع السيارات دلوقتي أو الحوادث اللي بتحصل من السيارات. قبل الموبايل لها عدد معروفة وإدارة المرور بتحصرها والأقسام بتحصرها، تقول عندنا حوادث سيارات في مصر في الشهر الفلاني كذا والشهر الفلاني كذا، لأنها بتختلف برضو المشهور زي مثلا موضوع الأمطار والحاجات اللي حصلت. فيبقى هنا بنقول جه الموبايل، نسبة الحوادث زادت بشكل، عايزين نقول تريبل، نقول أكتر من 3 أضعاف 5 أضعاف. النهارده كل واحد منا بيشد بعينه سائق مع أسرته، أو نقول سائق تاكس معاه ركاب وبيبص في الموبايل وهو سايق على سرعة، ده متوقع يعمل حادث؟ نعم. الشباب اللي بيبقى قاعد في العربية وبرضه سايق بسرعة وبيبص في الموبايل. يعني إذا أنا عايز أقول إيه، قبل الموبايل كانت الحوادث بنسبة كذا، بعد الموبايل زادت. طب الواحد يعمل فيها بحث، ولو كان عندنا أمانة بقى وساعة الحادث إيه اللي حصل، يقول أصل أنا معلش كنت بمسك، يعني كنت ببص في الموبايل بتاعي. إذا عايز أقول إيه، في دليل لإجراء بحث لماذا زادت الحوادث في الوقت الفلاني. يبقى ده نقول إيه، مصدر مستقل يفيد التأييد لعمل بحوث. برضو ممكن أقول أدلة من مصدر مستقل، لما الاقي قسم المرتجعات اللي هي ساعات يسموه خدمة العملاء منتج معين كل شوية الناس تشتري، اليوم ما يمرش إلا 2 3 يكونوا مرجعين، دي مشكلة لازم أبحث فيه. يبقى إذا دي اللي أقصده من أدلة من مصدر مستقل. هل الموضوعية متوافرة؟
وعدم التحيز عند إعداد أو إعادة الدراسة. بمعنى زي اللي بيجي يقول إيه، أنا شغال في مصنع أسمنت فنعمل الدراسة على المصنع ده، بقول له أنت كده متحيز لمصنعك، أنت عندك 26 شركة بتعمل أسمنت، ال 26 ده بنسميه مجتمع الدراسة، هتختار منهم أربعة، أما تطلع بنتيجة تعممها بقى على ال 26 بما فيها اللي أنت كنت بتدرسه. واحد بيشتغل في مصنع نسيج، طب واحنا ما عندناش غير مصنع نسيج واحد، فإذا يبقى نقول إيه؟ لازم الموضوعية ويبقى فيه عدم للتحيز. هل توجد عوامل تساعد في اختبار للمساعدة في حل المشكلة؟ برضو دي يديني أهمية للدراسة. أهمية الدراسة كمان، إيه اللي أنت ضفته؟ يعني كل زملائنا وأساتذتنا ومن خلال مناقشاتنا للرسائل دايما سواء أنا أو أساتذتنا في المناقشة يقول إيه اللي أنت أضفته جديد؟ فلو قال أنا عملت إضافة جديدة يبقى الإضافة دي للمعرفة القائمة، سواء كانت في مجال المحاسبة، مجال الإدارة، في مجال الإحصاء، أو في أي مجال من مجالات العلوم. إذا بسأل نفسي هل هناك إضافة للمعرفة القائمة أو أي ما يقوم به الباحث تكرار المعرفة الموجودة؟ لو قلت نعم في إضافة يبقى الموضوع ده مهم. طيب هل يمكن القول أن البحث مجرد أشياء نظرية أو غير مقبول الآن أم يمكن تطبيقه للنظرية القائمة؟ فلو جيت أقول لا مش هعرف طبقه، مش هتعرف طبقه، يبقى عشان كده انا عايز انصح كل الباحثين خاصة بكررها تاني ابنائنا في الماجستير والدكتوراه، ما تتسرعش وتسجل الموضوع ومش هتعرف تجيب البيانات الخاصة بالجانب العملي بتاعه، لان زي ما هقول في سلايدز قريبة دلوقتي احنا عندنا البحث شقين، شق نظري وده بناخده منين؟ من المقالات والمؤتمرات، وشق عملي اللي هو بقى هبدأ استخدم فيه الإحصاء. عشان كده في بعض الناس لما بيدرسوا في مرحلة البكالوريوس الإحصاء يقول هنعمل بيها إيه؟ يمكن ربنا يفتح عليك أو عليكي وتعملي تخشي في مجال البحث العلمي، فهتلاقي الإحصاء هي وسيلة تحليل البيانات. إذا لو أجبت الست معايير دول بنعم يبقى الدراسة مهمة. ننتقل إلى السلايد نمرة السلايد نمرة 11، مضمون ومحتوى البحث العلمي. زي ما قلت البحث العلمي في فرق بين الهيكل وبين المضمون. الهيكل زي ما قلنا مقدمة، مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، الدراسات السابقة إلى الآخر. إنما ما أقول المضمون والمحتوى لازم ألاقي، يعني أنا أتكلم على اللي أنا مقتنع به، ثلاث فصول نظري والفصل الرابع التطبيق العملي. إذا الشق الأول دايما لأي دراسة أو بحث جزء نظري يعادل أكثر من نص البحث، أنا بقول هو ثلاث فصول، ويتم إعداد هذا الجزء من خلال المقالات. رجعنا تاني أقول المقالات والمصادر الأخرى كما ذكرنا من قبل، سواء كانت من مقالات عربية أو أجنبية. الشق الثاني للدراسة أو البحث وهو ما يسمى الجزء العملي، وممثل في إحضار بيانات. أما أقول إحضار بيانات، بعض الناس بتخطأ على فكرة لما يجيب مقال يقول لي أنا أحضرت بيانات. المقالة مش بيانات، أنت بتجيب بيانات مثلا عن الربحية، بيانات عن قيمة المنشأة، بيانات على عدد العملاء، بيانات عن عدد القوة العاملة، وتشوف في كفاءة في الأداء ولا ما فيش كفاءة في الأداء. بتيجي بتتكلم على التمويل، وزي ما احنا شايفين الأيام دي كده البنك المركزي خد بعض قرارات خاصة بالتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحجم، وإنهم يقولوا لهم إيه، هنديكوا 6 أشهر عشان الظروف اللي إحنا فيها، ومفيش أي بينالتيز، مفيش أي غرامات،
وهتدفع القسط بس بتاعك، يعني هتشتغل ومفيش غرامات. فهنا بنتكلم نقول ايه؟ بيانات يعني ارقام وليست فيزيكال، يعني ما فيش واحد يجيب لي مقال يقول لي دي البيانات، لا، بيانات مثلا اجيب التقارير الماليه للشركات، اجيب المبالغ اللي تم انفاقها في حمله دعايه ولم يتم زياده المبيعات، بنتكلم من ناحيه التسويق. طيب اذا الجانب العملي نلاقي العنوان دايما لازم جنب العنوان، اخترت العنوان تكتب دراسة تطبيقية، يعني بتجيب نقول عليها بيانات فعلية تم إعدادها من جهات معينة، وأنت هتبدأ تحللها عشان تشوف النظرية اللي أنت فاهمها هتطبق عليها ولا لا، أو إنها دراسة ميدانية. دراسة ميدانية معناها إنها تعمل كويشنير، يعني تعمل استمارة استقصاء أو استبيان. وعلى فكرة عايز أقول في بعض البحوث ما تتمش غير بيها، مع العلم أضعف وسيلة لجمع بيانات يعني هتبقى أرقام هي الدراسة الميدانية أو المقابلات. الدراسة ممكن تكون تجريبية. طيب ننقل للسلايدز نمرة 12، بنتكلم على الأسئلة والاستفسارات، وبتمنى إن شاء الله إذا أراد المولى عز وجل أن أضيف إلى ما قمت به.